أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مجلس وعدنا مركة هو ذكو صلى الله بني أنا قوة وناك أسفرين حمد إسكريب إلهي سبحانه وتعالى كبري لما أنت ينبأ إلهي نونك أقبلا إنك لقى كوكو انتفاعا وحلو الشيء قيو إن سأل سعطان وحن كجرنا إخواني مالما إلهي سبحانه وتعالى كدورت مالما هكالي وأه بشي أشهر حرم إهي وذي القاعدة إهي ذي الحجة إهي هدانا أهتمان كثورة ونبي عليه الصلاة والسلام نوشيغي إلهي إنو جعليه عماشا وناكسن إنو جعليه هاي بشا أهتمان كان عيشو وأهتمان عيشو إلهي كل دارتي وحا كجرت أهتمان كان عيشة مرك مالن عيد وي مالن عيد إذن سنن اللي ذاي سنن كم حاكمي ذي كو حال الدوني يقفك مسلم كاه إنو مالن كاس أو نرق وناكسن أو سقرحيا إنو سوق ويستا أو نرق نرق أو جعليه هاي نبي عليه الصلاة والسلام ساسو أيو سميي سيدي حديث كي إمام بيهقي وعير النبي قال لقى طينا يا أصوري وها كان يلبس أحسن ثيابه نبي نرك نرك وقف عن وقرحون هداد وعص بسوق ذكر تصقبه هداد أوذن نرك حتى صيد نقو نر عطلة هيد ما نك سان كعيدة يا ما نت سعيدة عيد وحك وحصنا سيدو قالوا حصنا وعيدة إن أضحية ذا إن ما نكاس إن لقلا دتك لعك هست دتك مساكين تلاقي فرحية أو الحيد لقلا أي إذا أي كصغناتي نبي عليه الصلاة والسلام وحكى له صغناتي ما إنك أنت صلاتك سوء هذه سنة وحونين وقد مرك صلاتك كدب الحيدة وحلق له يا صلاتك كدب عنض بلا منسى مرك صلات الفجر مرك توكتت وحبها عنين إسك الصغنا وإلا أي صلات أكسو تكنيسد صلاة إن عيد الأضحى أكسو تكنيسد إن وحونين ولذلك حديثك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لقصه وريي وإسناد كيس إمام ترمذي وصو صاري وعلي عبد الله بن بريدة عن أبيه وقصه وريي وعلي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر ما لنك عيد فطرك أو عيد رمضانك صلاة مسوء أذي جرنو يري إلا حتى يطعم إلا وحكسو عنو تمر على وصف بالله ذا صلاة الفجر كذب أي حال روالوش إن قاجد مدام الصون كسو جثت بلدن إن لب دلو وحنت لغو بلا بالربا مركز وحجري ولا يطعم في يوم الأحد حتى يصلي نبي نحمس وحن جرين وحجر إلا الصلاة وكتو كذو إذا ما أنت عيد وحصلنا يا سيدو كله إلا الصلاة اللي كتو إن عنص وعنن إن هاد مركز كحوذين يوحى عنا إنسان دب ولقتان تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام نبي إن لقى ضيده سيدو كله وحصلنا تكبيرت إن لجهره وقريها مركز صوب بعيسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إن تراهان أيضا التكبير تسلل الجهر أي كسق ناتي ابن عمر يحالي رسقي ذي سمرين أي سيدو كلا إن لسكت هني ذيو لسكت هني ذيو وقت عيد مبارك تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وحاصلنا وحكمتها وحيابها لب النية كمتها وحلق بالنية فرحة إن لقلي عرورته العقل لو قيبي عرورته إن وحلب وحصلنا سيدو كلا هيرك إن لقف رحيو ما لنك أسقرابة لصوب بغضو سيرة الرحب لسمي محيالي وحي كجرته طبعا كم معلومات إليه كل أرتو عمل كصالحة أي سو جليسة مركا وحقاس دي سو أرورين عملش عامك أي دل ولذلك وحصلنا وضد مساجك كنت تكتب هقصون نقن وذكر صومر تكبير تكح كح وصعدة حافظها مرة تك إذنكو جروب جروبة إذنكو هل هلأ إذنكو وحصلنا وحي كنت تجلس أنا قدت كأنه يروب جوجا هذا قصي بهنا محي العدد كنا تصنوي إن أنت مسلمين نهاي وأن كفانين وشعائر تأس وشع من تقوى القلوب كمتاي شعائر وعيد إلا نوليو تقوى القلوب كمتاي تاسم كمتاي وحكى لا مهمة صلاة وعيد دذا حاضرين دذا حارك يس صلاة ما أنت عيد وي حارن الفري حار مرك سيد إلهي ويبتلي أنا دولة أسلامك عاو عيد واللي مركز عليه فنان هيبل حكى كهيسة حقة وحكى جرب بارتي كجرو هبينك نفرة يا مركز صلاة عيد مسوق عيادة دورك ما أنت نواجيفان بالله عليك ورسالة إلى عيد وحربة إن فنانين تاعو حنا جو جسانو لبعضن كنا هذا سوالفنا وعاد الله عبر إنه وعاد هبين كاس تكبير تي الله إلين تكبير توي سعة إذا طبعا كده الحجب لا من يسا أو حال دوني يا صلاة إن ليمال حديه ونبي عليه صلاة صلاة عيد يري قبله دمر كها صلاة ديك تقبل لي الصبح صلاة السؤاد حتى هتكنين كسو قيب قال فما بالك من وصل ولذلك علماء أصقها صلاة عيد واجب مئة صنم مئة صنم مؤكد قال كجمهورك صنم مؤكد وي لكن علماء ده واجب وي سيد صلاة ظهر كي واجب توكل علماء قبته ساس دلادت والرجع هو تلات كجيف قاسة سياسيين ته وعيد أن صبحين وحنا وعيد صباحا عيد ماذا
oo dadka umada la tukada oo ciid la'aan ha naqanina. Nabiga calayhi salaam khayr badan halkaas ayuu ku dhaafay. Gabdhihii oo addoommada ahaa iyo kuwii aan dhiigga qabay islaamiyadu waayeelka ahaa cutuqa ahaa ayaa lasoo bixiyey, wuxuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam, imaada meesha salaada xataa iyagoo tukanayni. Billahi calayk, macquul miya? Marka nin dhan oo qaangaar ah oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, haddii sunna mu'akkad tahay iyo haddii waajib tahay, maalinta ciid lan quurinayo oo duurka soo kacayo oo dhahay duuraan tukana, maxaa ciid u aska sunno kuleh? ciidda xataa waxaa la banay haddii jamacada ku dhaafto inaa gurub gurub loo tukado ayaa la banay. Maxaa dhacay? Fadli gaar ay leedahay, waa maalin islaamka oo ay ugu duwan maalmaha kale wey. Fadligaasaa ka mid a waxaa ka mid a sidoo kale oo la doonaya maalintaas ciid oo kale udxiida in la qalasaan sheegnay oo dadka masaakiinta ah oo loo qaybiyo ayaa iidana asunna ah. Udxiida ninka qalaya haddaa adi waxaa fiican gacantaadana ku qalatid, haddaa qali kari nin qala imaanayo soo maha, ninka qala u imaanayo agtiisa taagnow asaasa ah. Wakiilka dadka wakiilanay waxaa la rabaa inay goobjoog ka ahaadaan meesha udxiida iga la wakiishee ayaa muhiim ah. Taasoo kale ayaa la doonayaa marka. Waxaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka muslimka ilaahay subxaanahu watacaala ciiddaas ay tahay in lagu dadaalo. Inta badan waxay isku mashquuleen dadka udxiida, waxay ku leeyihin aniga maa la qalaya, adiga intaa ka dhiibtay? Maya, intaa ka dhiibtay maaha, ninka meesha laga qalayo makaanka waay, dhiigga meesha lagu daadinayo. Walidaalika fiiri, ciidda fatriga waxaa la socoto maalinta ciidda sadaqaa la socoto. ciidda oo adxada ciid weyneydana qaliina la socdo. Walidaalika waxaa laleeyahy sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxaa fali badan oo ciidda adxiga qaliinka fali badan, inaad sadaqo baxsid iyo qaliinka inaad wax qashid. Maxaa yahay iraaqatu dam oo ilaahay ugu dhowaatid waxa waa taqwa, oo ilaahay wey taqwa lagu dhowaanayo. Walidaalika markii la weydiiyey sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay asadaqatu maca alciid iyo sadaqatu maca alnuski afiican, maxaa yahay qul in salaatii wanuski wamaxyaayi, ilahay wuxuu ka hadlay salaada, ilah nebiguna waa la sheegay fasalli lirabbika wanxar ayaa la yidhi maalinkaas ciidda, tuko salaada qowracna wax qowrac. Marka inaan dada udxiid iska saalsaday ee reerka oo isku reerka ah, ilaahu labaatan qof ha ahaadaan, haddii hal dher wax ku korsadaan ee hal famil ay yihiin, hal neefaa kaamiilo haddii laakiin waxaa wanaagsan in leeyay ninka wax iska haastane hadduu cunugaaga shaqeeya as neefkiisa baxsado, adiga baxso, ayaga baxso, maxaa yahay taqarub ilaahi subxana watacaala weye. Marka ilahay waxaan ka barinay maalintaas ciiddan in sunnada oo la ilaaliyo oo fasqigan la yareeyay iyo xumaantan isku faafinayno iyo heesahan iyo jinnigan, balse dafku waa la baneeyey inay dadka ay tuntaan ay ku ciidaan waxaasoo kale la sameeyo oo lasoo nooleeya. Wax haddaan qaldo naftayda shaydaani ka ah, haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.